Fifty Languages eighteen, Thomania Ta House Cleaning, تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. Today is Saturday, اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. We have time today اليوم عندنا, اليوم عندنا وقت كافي We are cleaning the apartment today اليوم ننظف I am cleaning the bathroom. أنا أنظف الحمام. أنا الحمام. My husband is washing the car. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. The children are cleaning the bicycles.

الاطفال يرتبون غرفه الاطفال الاطفال يرتبون غرفه الاطفال My husband is tidying up his desk زوجي يرتب مكتبه زوجي يرتب مكتبه I am putting the laundry in the washing machine انا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. I am hanging up the laundry. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. I am ironing the clothes. أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. The windows are dirty. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. The floor is dirty. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. The dishes are dirty. الصحون وسخة. الصحون وسخة. Who washes the windows? من ينظف النوافذ? من ينظف النوافذ? Who does the vacuuming? من ينظف بالمكنسه الكهربائيه؟ من ينظف بالمكنسه الكهربائيه؟ Who does the dishes? من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون